بالنسبة للجانب الأوكراني لم يعلن حتى اللحظة مسؤوليته عن الهجمات الروسية أو الهجمات الأوكرانية عفوا على المناطق الروسية. طبعا تبقى هناك تصريحات أو تلميحات يعني إذا صح التعبير حول الاستهدافات الأوكرانية للعمق الروسي. كيريلو بودانوف رئيس جهاز الأمن الأوكراني أعلن بأن أوكرانيا لديها الفرصة لقطع الاتصال البري والطرق البرية بين روسيا الاتحادية وشبه جزيرة القرم في فصل الخريف وقبل بدء فصل الشتاء الذي تحدث عنه الرئيس الأوكراني، بأن أوكرانيا يجب أن لا تضيع المزيد من الوقت في عمليتها في إطار ما تسميه الهجوم المضاد. وأكد زيلينسكي أو اعترف زيلينسكي ببطء الهجوم، ولكن أكد بأن القوات الأوكرانية تمضي قدما في إطار عملياتها لاستعادة الأراضي في الجبهات الشرقية والجنوبية. زيلينسكي أكد بأنه يجب علينا غض النظر عن الظروف الجوية التي ستكون في فصل الشتاء، وإذا ما تم إعاقة الهجوم باستخدام التضاريس أو باستخدام المركبات القتالية فإنه سيستخدم أو ستستخدم القوات الأوكرانية الطائرات المسيرة، ويجب عدم إعطاء بوتين المزيد من الوقت في عمليته في عمليات الهجوم المضاد لاستعادة الأراضي الأوكرانية. طبعا ليلة أمس كانت ليلة هي الثالثة لاستهداف مناطق أوديسا وميكولايف حسب ما أعلنته الدفاعات الجوية الأوكرانية. أكدت بأنه تم إسقاط 17 مسيرة إيرانية تصنع من طراز شاهد 136 و131 أطلقت على المناطق الجنوبية والوسطى. نتحدث هنا عن أوديسا ميكولايف وكيربوهراد في الوسط. طبعا نتيجة لإسقاط هذه المسيرات نتج عنه أضرار مادية في بعض المباني أو مباني البنى التحتية التابعة لميناء موانئ نهر الدانوب. أيضا نتج عنه حرائق في منطقة ميكولايف دون الإعلان عن إصابات. كل هذه التطورات تأتي مع إعلان رسميا من قبل القوات الأوكرانية بأنها حررت قرية كليشيفكا التي لا تتجاوز مساحتها 3 كيلومترات مربعة، والتي تقع جنوبي مدينة باخموت وتبعد حوالي 50 إلى 60 كيلومترا من مدينة دونيتسك المركز أو العاصمة الإدارية لإقليم دونيتسك شرقا. أيضا تطورت الميدانية كاترين تتحدث عن 35 من الاشتباكات المسلحة بين القوات الروسية والأوكرانية على مدار خط الجبهة خلال 24 ساعة الماضية. بيانات الدفاع الجوية تحدثت عن أيضا إسقاط 17 صاروخا من طراز كروز أو من طراز كروز أطلقت من الجهة الجنوبية والجنوبية الشرقية من الأراضي الروسية المحاذية للحدود الأوكرانية. أطلقت هذه الصواريخ باتجاه مدن بلطافا إخميلنيسكي ودنيبرو بتروفسك في الوسط والغرب. أعلنت طبعا الدفاع الجوية عن إسقاط كافة هذه الصواريخ دون يعني إعطاء المزيد من التفاصيل. طبعا كان هناك أيضا تصريحات لهانا مالار نائبة وزير الدفاع الأوكراني عن تحرير 2 من الكيلومترات في محيط مدينة باخموت في الشرق، وأيضا 5200 من كيلومترات المربعة في منطقة أو في المنطقة الجنوبية تحديدا ميلوتوبل وريبوتيني في إقليم زابوريجيا. أشكرك من كيف معتصم عابد مراسل الغد.